بيدرو حاطين الصوره فين؟ والله الفي رجعنا لكم شباب بنات بعد هالتقرير، ان شاء الله يكون عجبكم. نفس ما شفتوا المسلسلات القديمه الخليجيه والمسلسلات القديمه الامريكيه، وللحين في منها للحين ينعرض مسلسل فريندز، فول هاوس اتوقع للحين ينعرض بس ما ادري على اي قناه. ان شاء الله يكون عجبكم. انا ما راح اطول عليكم، يعني انا قلت كل شيء بالتقرير. في عندكم شيء تقولون؟ تقرا فيسبوك صح؟ ما قريت تقريرك بس ولا فيلم. تقرير شوي، التقرير وايد حلو. اللي اكثر شدني مسلسلات قديمه، يعني مظلوم حقها الصراحه الحين بالكويت، يعني دائما فيها متعه حمود، يعني ما ننساها لو شنو تمر عليها. وايد احلى مسلسلات فيها شيء حمود، ما ادري شنو، هل من اخراج، هل من ممثلين، هل من كتابه نص، يعني ليومك مو قادرين، يعني شيء يوصل متعه المسلسلات القديمه لها متعه خياليه داخل. مره انا قاعده ويا اختي وقاعده نتابع كذي هم مسلسلات قديمه وافلام قديمه الكوميديه، كانت تقول لي اختي لو يسوون نفس هالحركات او يعيدون هالمسلسل مره ثانيه او هالفيلم جديد والله ما نضحك، يعني وما تكون ردة فعلنا نفس الشيء على المسلسل، يعني نفس ما كان على المسلسل القديم، ما تصير نفس ردة يعني فعل لو المسلسل صار جديد. تحسين فيها روح ما ادري مختلفة، يعني انا اشوف انه يبين انه كلهم ايد واحدة بالشغل، يعني يبين انه هذا يحب هذا، هذا يحب هذا، انه كلهم يخافون على اسم المسلسل، اسم وقبل المخرج. اكثر مسلسلاتهم يعني فاني، اكثر مسلسلاتهم كوميدية، الحين اكثر مسلسلاتنا دراما. يعني لاحظتوا انهم قاعد يسوون الحين مسلسلات خليجية وايد كوميدية، ماكو ترى قبل، معنا ما في احد يدربك حمود، يعني قبل كله على الموهبة تمشي عليها، الحين لا، في ناس يدربون، في مخرجين يراقبون، قبل لا، يعني بينك واحد موهبته يطلع فيها. شوف انا المسلسلات الامريكية اللي انا كنت اتابعها، يعني بعد ما عرفت، بعد ما انا لما قالوا لي الاسامي ما كنت متذكره، بس لما شفت عرفت اللي ردتني لايام قبل لما كنت ابتدائي، ولما كنت شينا توني ياها، لانه شلون قاعد طالع هالمسلسلات انه صدق وناسه. وبعدين في شغله ان المسلسلات قبل ترى ما كانت 30 حلقه و 31 حلقه، المسلسلات العربيه كانت يمكن تصير 25 اقل. لا في من 17 ل 12 بعدين وصلوا طلعوا 20 اي كذي 25 او اقل، هذا يعني هم من بدايتهم بلشوا 12 حلقه 14 17 يعني. الفريندز اللي الانترو اللي انعرض مال فريندز هذا كان سيزون اتوقع 5 سمثينغ شيء كذي. فيسبوك يقولون الحين المسلسلات ممله ونكد، ابور نايس جيرل هذا اللي انا اقصده، زين ان كلهم نكد، يعني ابور نايس جيرل تقول المسلسلات القديمه روعه، والله يعطيك العافيه شروق على التقارير وايد روعه. زين هني عندنا الجلاد شخبار دلول، على بالك نسيناها لول، ها روان صالح والله ما ادري عنها صراحه، كانت تدرين عنها وصلي لي سلام حق الله وقل عمود يسلم عليك وايد. زين يا والله صايح كلام اسرار، اهم شيء النفسيه لها دور في كل شيء. على النفسيه على شنو؟ على نفسيه المراه يعني بالبيت، نحاول كذا ما تقدر تسوي. مساء الخير روان صالح، هلا وغلا فيكم منورين، احلى تحيه حق الجلاد اسرار شروق، واحلى تحيه خاصه حق حمود رضا شروق. اخيرا جيتي، اشتقنا لك مره، واسرار تبين وربك اليوم احلى من اول فديتك. شكرا. المسلسلات الاجنبيه فريندز ينعرض على فنون، انزين الله احلى المسلسلات، عندي حفظتهم حفظ من كثر ما نشاهدها على الدنيا السلام. تنعرض على الشاهد الساعه 2 الظهر. اوكي مشكوره وما تقصرين يا ساره. اوكي يا لبى قلبك شروق على التقرير، مره روعه روان صالح. تسلمي لي حبيبي. زين مساء الفل والازهار، مساء المسك والانوار، اهني اختي شوشو بنجاحها المميز واقول لها الف مبروك النجاح واقبال الثانويه، اختك المحبه بنت السعوديه نوني صمت الامل، وجه لها تحيه. منو؟ تحيه حق صمت الامل. تحيه حق نوني. في بعد تويتر حمود، في واحد داش عليه كي دبليو نونو، ما ادري شنو اسمه بالضبط، عندها امتحان فتبي دعواتنا كلنا، فالله يوفقها بامتحاناتها يا رب. كله يلا كلنا واحد يا رب. دعواتنا ان شاء الله تنجحين وتنجحين. الله يوفقك يا رب. صينيتك نافه هني. الله يوفق الجميع يا رب. هم ياكلون وانا مسوي دايت، ما راح اكلون. انت ما تاكل ها؟ انطرني بس. الله الله كل شيء قديم حلو. ياكل كل شيء دايت. مسلسلات قبل، اغاني قبل، بالكلمات والالحان، الله ننطرب امل السبيل. زحمة في سؤال حقك انت، ليش قبل كل شيء قبل اغاني ومسلسلات كل شيء حلو؟ يعني هل من مخرجين ولا مؤلفين ولا ممثلين؟ حتى ترى شباب قبل حلوين. ليش؟ يعني انت الحين قاعد تذم فيكم، انت قاعد تذم بنفسك حاليا، انت سمعتي؟
شباب قبل شنو قلت؟ شباب قبل حتى شباب قبل حلوين ترى. اي يعني هم الحين ما ادري ما شفت. وشوف الحين يعني ايامنا الحين شباب قبل هبينا على حركات قبل يعني الشباب الشنب النظارات انا لما كنت موجود قبل قاعد اتكلم سمعوه قاعد اسمع قاعد يناشف انا قاعد اسمع يعني شوف حتى حمود يعني ايام قبل زين نظارات الشنب الريايل كل شيء قبل الحين احنا نسويه مره ثانيه ردينا قاعد نهب فيه عشان كذي انا اقول لكم لا تقطون اي شيء يعني الموضه تروح وترجع يعني مثلا موضة الستينات دش عليها السبعينات بعدين تروح موضة السبعينات دش على الثمانينات السبعينات دش على التسعينات ترد موضة التسعينات للخمسينات من الخمسينات ترد والله تدرون 3/4 من لابسته موديل كم يمكن يعني هبوا فيه على ايام سعاد حسني ومدري منو هذا منو هذا وكل النفاني في الليل نظارات يعرضون التنوره اللي تكون من قدام مكسره من ورا طويله تأيديني انا شوف يعني ساهر الليل مع الفريه يعني العادات التقاليد هذا اللي قاعد يردونهم احلى من الحين هما اللي رجعوا القديم يعني شوف لما عرضوا سهر الليل حمود سهر الكل قلد وايد ردوا الحين الفنان عبد الله بوشهري محمود بوشهري يعني وايد شباب قلدوهم مسلسلات الان انت في عندك مسلسلات مصريه احنا لا مسلسلات نركز على الكويت ادري مو سالفه ان هذا يعني في يعني في عندك مسلسلات اساسا انت تشوفها تلاقي الستايل هذا عندك مثلا المسلسلات التركيه طالع يجيبوا لك حقبه زمنيه ما ادري من وين يعني ان كانوا حتى على ستايل لا مسلسلات تركيه كلها ترى الحين لا شيك لا انت شكلك انت ما قاعد تتابعين مسلسلات انا قاعد طالعت في عندك هذا مسلسل جديد حق قاعد يطلع يعني قبل اوراق المتساقطه انزين الساعه 3 بقرا الكومنتات شوي زين خلص موضوعك زين فيطلع ان ستايلهم قديم عرفت شغل شيء كباتن وما شنو شغل بحاره ما بحاره نفس ستايل زين اعطيني انا وصلت على المكان يعني الساهر الليل وهذيل وايد ردوا الحركات القديمه يعني هم اللي ردوا شو ما حركت والله ما حركت لا ما كنا نعرف السيارة القديمه هبوا فيها الشباب الحين لا تحبك النظارات وقصه الشواذيش لا ما نزل بنات انا والباندات والايلاينر مال قبل زين فديت الايلاينر انا زين ففها تقول اليوم موضوعكم كلش حلو زين يعطيك الف عافيه اسرار اسرار وبس زين اي والله صح كلامك اسرار زين انا اذا تزوجت لا يمكن اترك شغلي لان اهم شيء عندي لو كان زوجي ما يبيني اشتغل بس اكيد لازم انظم وقتي مثل ما قال حمود رضا منو هذه امل السبيعي أهلاً اشرحت تعنسي عندنا مساء الخير هلا والله فيكم منورين اوكي هذه قريناها في يا جماعه في كومنتات انتم تكتبونها تردون تكتبونها مليون مره يعني خفوا علينا اي خفوا علينا هذا انزين عبوره نايس جير تقول يا رب اسرار يا رب اسرار يرزقك وحاط لي صوره كينج كونج يا رب انزين يا ربي اللي كينج كونج لو سمحت وش موضوع الحلقه لاني انا ما اطالع الحلقه على التلفزيون بس على الفيسبوك طالع العاده يعني ساره ما ادري ايش اقول لك بس يعني طالع العاده زين اي والله صحيح كلام اسرار كلهم ايدينا تكرار زين عندنا هني أنا بعد انا دكتوره ترى بس ما احب يمه فديت اسوره الغاليه ففها شكرا زين عندنا شروق اسلوبك عجبني حبتين لك عبوره نايس جيرل شكرا يا حبيبتي صحيح صحيح اكو بنات يحطن مكياج اوفر اساسا التبرج بس للزواج من تطلع لازم تكون بسيطه هذا رايي ففها من البصره احلى حبتين لك معاك انا معاك انزين عندنا رضا ما شاء الله ما تخلص اسئلته سلمان البدرس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايش ما احسن زين اي ما شاء الله لا اليوم ما اتكلم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ها ها الجلاد ابو رناس غير ما ادري ليش زين جلاد بعض البنات مو الكل اكيد انا لما احنا نتكلم احنا نقول بعض البنات ما نعم عليكم كلكم لو خليه خربت مره واحده انزين عندنا يبا خلص موضوعكم حده سهل لا 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 تداوم البنت وفضوها سيره سلمان انت تتزوج ال 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 البدر زين جلاد ان شاء الله تزوج البنت اللي تكشخ لك وبس انزين عندنا ها الجلاد من حقه من 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 حقها تكشخ انزين على العموم انتوا الحين كومنتاتكم صارت وايد قديمه ولو انا بننزل وايد 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 لتحت ما راح نخلص بس حلو اليوم ان المتابعين قاعد يشاركون ويانا موضوع الحلقه وايد حلو أكيد انا احب أكيد لما أكيد يشاركونا بموضوع الحلقه اقعد 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 شروق وش هاللبس جميل جدا جميل جدا ايه منو هذه؟ واحده ادري انها واحده بس منو؟ وين؟ لان مو قاعد اشوف اها حبيبتي غدير عيونك الحلوه يا قلبي فديتك انا
احب اسلوبك يعجبني على راسي اسلوبك حبتين لك يا قدير قاعد اتعلم منك انا حبتين لك يا جالكسيا شروطك تقريرك وايد حلو انت لو يعطونك توب 100 تبدعين فيه ما شاء الله عليك حبيبتي تسلمي لي والله من ذوقك ليو داي يسلم شروق على فخرتك وايد حلوه تسلمي لي يا قلبي نفس الاسم شروق اسمي كوهيبا كوهيبا اوكي شروق اسمي كوهيبا ما شاء الله قويه بالانجلش والله حبيبتي ما ادري شنو يعني كوهيبا فانا ما اقدر ان انا يعني نفتي باسم اقول الاسم ويطلع غلط بس احنا قلنا هبه على الاقل يعني انا قريت قريب من الكوهيبا يعني انا كذا مره اقول بليز يعني اللي شاركونا بالتويتر حاولوا تكتبوا لي اسمكم اي شيء عشان يعني انت زين اللي قالت لك هبه لو جايه يعني عندي انا كان قلت لك توشيبا لان ما يكون في فواصل فهذا مو ذنبي يعني احلى كومنت ما راح اقرا تويتر حمود الزيد في واحده كاتبه هي ابله انا ابله ابله حمد زيد ما ادري شلون بيقدم امتحانات كان تقول حرام عليكم سمعي تقول حرام عليكم انا ابله مو ابله يعني مرات تصير بالواحد لان الصدق لان انت لما تلفظينها يعني هو كاتبها بالانجليزي معرب فتقرا الاسم ما تدري ما تبي تخبص ما تبي تقول لك كلمه تطلع حتى ممكن اساسا يكون كاتب اسم انا وايد مرات ما احب اقرا الاسم لان انا ما ادري يعني يمكن غير وبعدين فقال انا بسرعه بسرعه قاعد تقرين انت معرب ولا ما شنو زين انا مو ذنبي يعني وبعدين على السريع يعني انزين جالاكسيا هذه قريتها الاسعار ذا دايز واز مساء ليو داي مساء نور شرق على السوله منوره اليوم تسلمي لي ممكن تطول لي الفاليوم مالك اوكي الجوري يستضيف الفنانه شمس يعني لو تكرمت واحبك حمود رضا والله الجوري صراحه بروح فديتك يعني شروق يما تهبلين والله اشطح موجوده كان زين لو اشطح عندنا يعني خليها ما تطلع من القناه يعني شوف احنا نتمنى من الفنانه شمس يعني اشطح واشطح وحب ناقص اللي تابعينا احنا نبيك تصير هنا وتشطحي لنا شطح يعني هني نشطح اهلا تحيه حق الجوري ما فار 7 اي احبك حمود رضا راح تنحاش منو فار 7 اي فار احبهم فار فار وي فار وايد عليك فار يحبك وقاطي يحبك وكل الناس تحبك فاتنة تويدري غلاكم عندي فوق الوصوف فوق وصف التعابير اهداء لكم كلكم السورة جلاد رضا شروق حبيبتي تسلمي لي احلى تحية شو اسمها؟ شكرا فاتنة عفوا فاتنة احلى حبيبتي اللي جا فاتنة حجور كويت مرحبا اوكي هذه قريتها احمد مساكم الله بالخير مساك الله بالنور يا هلا منو؟ ايش فيك احمد؟ احمد حق منو؟ حقنا كلنا بس كذي مساك الله هلا والله هلا هلا زين هلا بالطيب هلا هلا حبيب هلا شو اخبارك؟ اوكي هجور كويت اتمنى يقول الاكونت مالهم اتوقع اي هذا مال 2 دايز 2 دايز اجو فانا ما راح اقرا مال لا انت اقراي انت سوي له ريفرش ريفرش اوكي خلينا نسوي ريفرش رشرشي اوكي حمود اسرار اليوم صايره قمر ما شاء الله شكرا كويت نونو تقريرك ينن شروقه حبيبتي مشكوره يا قلبي وصول سلامي لأسرار وصل حبيبتي مش اسمها لحظة اسمها كذي مشكل شنو هذا مشكل حط قلب وحط ايه عليها شخص وجهة على تحية مشكل هو شي كويت شي كويت لا شو بيقول مشكل عبودي مساء الخير عليكم أحلى حبتين لك حمود جلاد وشرق تقريرك وايد روعة بالتوفيق للجميع مشكور عبود وحامين وأجمعين اوكي ما اتوقع ان في بعد عندي شيء بلا فاتنه ودي تستضيفون امل عوضي ان شاء الله اذا يعني حضرتنا وكانت متواجده وقاعد تتابعنا اكيد بس خلنا الحين ترى وايد صعب نجيب فنانين لان شهر رمضان جاي يعني على ابواب اتوقع في بعضهم خلصوا ترى فالكل قاعد يعمل حق فيلم او مسلسله او برنامجه يعني في بعضهم خلصوا تصويرهم اللي خلص حياه الله يعني البرنامج برنامج ان شاء الله يعني انه في بعض المسلسلات اللي السنه اللي طافت صراحه يعني يحضرني ذكرها ان مسلسل دحام استاذ دحام الشمري يعني محمد دحام الشمري اللي هو يعني مبدع صراحه انزين سمع سهر الليل كان يعني شوفي اشروق كانوا قاعد يصورون برمضان يعني ما خلص المسلسل وكانوا قاعد يتمون تصويرهم لين رمضان يعني ما شاء الله عليهم فيعطيهم الف عافيه وحتى كنا احنا نبي نجيب ناصر عبد الله التركماني واعتذر مني وقال لي والله العظيم يا جلاد كل ما ابي اقول ابي اجي لكم يصير شيء لا لا للحين قاعد يصورون شو اسمه مسلسل سهر الليل فما حصل الله يوفقهم كلهم يا رب كويت نونو حمود رضا سوي لي حبتين حبتين يا كويت لا سوي لها حبتين مو قول حبتين قول كويت نونو حبتين كوهيبا شروق انا متابع البرنامج وانت ما شاء الله بالانجليزي قويه وانا رجل واسمي كوهينا كوهينا ولا كوهيبا ما فهمنا لك يعني احترنا معك يعني ماركه سيجار كوبي فخم زين بس بسالك سؤال
انا الحين شنو راح يفهمني بماركه السيجار الكوبي؟ انا زين مني اعرف ماليبورو ولا دافيدوف ولا يعني اي شيء من هذا. اسمع اسمع انا ذرهني والله عادي. هو يعني قصده انه يقول لك شفتي السيجار اللي كان حمود يشربها شو اسمه؟ هو نفسه كان مكتوب كوهينا وهو اسمه كوهيبا. لا انا يعني انا انصحك انك تغير الاسم كبره.